السلام عليكم خوتي المغاربه، عواشر مبروكه. انا واحد الانسان 33 سنه متزوج، عندي جوج البنيتات، المراه حامله، كاري عند واحد الانسانه ما خلصتهاش دابا شهرين. النهار اللي بدا هذا الحجر الصحي جا خوها، جا ولدها وخوتو البارح هجموا عليا. ولدها قال لك خدام في المحكمه، قال لي غادي تخلصني، قلت له ما عنديش، قال لي تمشي بحالك دابا. ملي جيت نجمع حوايج قال لي ما تخرج حتى شي حاجه، صدق كيقول كيهددني بالحبس. قال لي راه انت غنصيفطك بعمانه الحبس، راني خدام في المحكمه، غنجيب الناس اللي يشهدوا عليك، بلا بغيتي تغتصبهم وبغيت تامني بشي حوايج اللي هو كيقولهم لي فوجي. كيقول لي انت هنا غنصيفطك بعمانه الحبس، انا خدام في النيابه العامه في المحكمه، غندير فيك اللي بغيت. وضربوا لي المراه وضربوا لي النساب، وقال بقى خلوني نجمع حوايجي لا يخلوني ندخل للدار. مشيت للدائره اللي مكلفه بالحومه ديالنا، طلعوا معايا البوليس ما بغى يفتح لنا حتى شي حد الباب. دابا كنطالب من الناس اللي مسؤولين يهزوا علينا السيده. انا بغيت نمشي غير نهز حوايجي من الدار، ولا نمشي يعطوني غير مهله تندبر شي حاجه ديال الفلوس، ولا تنشوف شنو غادي نديروا في هادشي هذا. السيد قال لي خوه، قال لي الا جيتي للدار غتصبك انت يا وليداتك هكا. وانا عندي تصاور ديال السيد اللي هز علينا الشفره، والسيد خدام محكمه وكيشير بالشفره، ما فهمتش كيسالني شهرين وانا كاري عليه ب 1600 درهم. ودابا ملي جات كورونا وقطع عليا الماء، ما عندي باش نخلصو، قطع عليا الماء. وليت كنمشي كنطلع للسطح انايا وكنجيب سطل ديال الماء نعمرو من الماء ديال عباد الله، حتى ولاو الجيران كيتشكاو. عاود اللي ساكنين فوق مني على ديك طلعه وهبط عندهم ولادهم، ولينا انا والمراه كنقابلين بسطل ديال الماء. وديت وليداتي الصغار خليتهم عند جداتو. ها عندي جوج بنيتات، عندي جوج وليدات والمراه حامله في 4 شهور، دابا مشردين، ما عندي باش نخلصو كرا، ما عندي باش نشري حتى الدواء للمراه، ديتها للطبيب صوب شهاده طبيه، ما عندي باش ندير لها راديو، عطاوني راديو ما عندي باش نديرو ليها. والسيد موظف في المحكمه غيصيفطني للحبس حيت ما عندي باش نخلصو الكرا، علاش الله اعلم. وقال لي انت مكشيتوها ملي ما يجوكش على البال. قال لي انا النهار كامل وانا كنبقى نفك في القضايا، اي فكره تجيني على البال غنحطها لك في الدوسي وغنصيفطك. انا كنشتغل مداوم، اللي جاب الله كنخدمو. دابا ما كرهتي لا كاين شي خدمه ماشي خدمه، لا واش نجمع له الفلوس للسيد باش ما يدينيش الحبس. هاي جالس دابا هاي جالس مراه الا شي واحد عطانا شي حاجه باش نديو بها حليبه للوليدات، ولا ما داكشي من فضل الله، ماشي خدمه راه ما عنديش. دابا اللي كنطلب من الله ومن المحسنين عاونونا نخلصوا هاد السيد هذا، ولا عاونوني باش نمشي نكري جهه اخرى. انا عندي وليداتي ومراه حامله، واش حالتها انا غادي نتخبع من الحجر الصحي، ولا نتخبع من الناس اللي غادي اللي كيقولوا لي غنغتصبوك انت ولا هذاك ولا غنقتلوك في الدار؟ ما فهمتش. المهم اللي بيدو شي حاجه يحاول يتعاون معنا باي طريقه، الله المستعان. انا الزوجه ديال هاد السيد اللي جراو علينا البارح الناس مالين الكرا، دخلوا علينا شهرين ما خلصنا شي الكرا، والبارح هجموا علينا ثلاثه بهم، واحد هاز الشفره وكيقول غادي نقتلكم. انا حامله ولا عندي جوج العويلات، ما عندي فين نمشي بهم. شهرين هادي راجلي ما خدامش، هو هي اللي جاب الله كيخدمه، ما عندوش شي زعما شي خدمه مستقره، اللي جاب الله كيخلص. كنا كنخلصوا الكرام اللي بدينا، ملي جات الجائحه ما عندنا باش نخلصوها، وحنا كنطلبوا دابا كنستنشد بربي والمالك وانتم المحسنين، وقفوا معنا الله يوقف معاكم. وانا دابا والله العظيم مشيت للطبيب باش نعمل هير راديو، 40 درهم ديال الصندوق ما عنديش باش نخلصها، وطلبوا لي الراديو برا ب 15000، ما عنديش والله ما عندي حتى درهم. وحنا كنستنجدوا بربي وبكم ولا اله الا الله محمد رسول الله. اختي راهم غير عند اختي، راه هي اللي مكلفه بهم، وهما دراوش كثر مني، والله لا اله الا الله محمد رسول الله. كون جبرت فين نمشي انا ولادي، والله ما عنديش نهضر معاهم، يقولوا لي خرجي نخرج في البلاصه. وهاد الجائحه ما خلات حتى واحد يكري لي، اللي هضرتي معاك يقول لك كورونا. ما لا اله الا الله محمد رسول الله. انا حامله في 4 شهور وضربوني البارح، تهجموا عليا واحد في جوج بهم شاديني، انا مقصحه من يدي ومن كرشي ومن رجلي، تهجموا عليا، تهجموا على اختي جاتير تجمع معايا الرحيل، عيط للراجل ديالها مشيت نطلع نشوف ماما مريضه. ملي رجعت جبرتهم طلعوا من الدار، دخلوا صوروا عملوا فيديو بدون بلا قوانين بلا حتى حاجه. وملي كتهضر معاك يقول لك انا القانون، اش من قانون اللي يخليك تهجم على مرا في الدار ديالها ووليداتها وهي حامله، ما عندهاش حتى باش ما عندناش حتى باش نشريو الخبز. ربي والمحسنين وماما الله يخليها لي، هي اللي هزنا وهزت الدنيا. لا اله الا الله محمد رسول الله، هادشي اللي غنقولو صافي.